نستطيع استنتاج العلاقة بين ألف باء جيم هندسياً كما يلي. أي بنتك الله يهداك يا محمد أخوي، إيش فيك أنت؟ نسيت سحره هذه سوت ذيك السنة اتركتك وراحت ديرتها، ولما رجعت قالت أنا حامل. من وين حامل؟ سجنك على نياتك بعد. اسكت الله يخليك اسكت بعد والله. راشد يحبني وانا متاكده من هالشيء، وانتي مالك شغل. يلا طلعي برا داري. يلا منو يقدر يحل السؤال؟ تفضل يا عائشه. ممتاز يا عائشة. ذاك اليوم حسيت أن هند ومريم ونجلة كانوا بعالم ثاني، كل واحدة فيهم بالها مشغول، ولا دروا عن أبلة هدى ولا عن اللي تقوله. حمدت ربي أن مشاكلي أقل بوايد من مشاكلهم، ودعيت ربي إن هند ترجع بيتها، بيت أبوها، ودعيتها المرة دعاء جديد إن الله يحنن قلب فاطمة عليها. ويح يما في ريحة خايسة. مش تحوي؟ والله يما قاعد شم ريحه خايسه. وبعدين شنو هذا اللي قاعد يكون هذا؟ اي هذا ريحه هذا شنو؟ دهن. يا حق شنو؟ مو شغلك هذه، سوالف حريم. انت بعدك صغيره. الله على الدنيا، انا بعدني صغيره يما. ترى انا قريبه تخرج من الثانويه، وبعدين النص اللي بعمري كلهم تزوجوا وعندهم عيال، فلا تقولين عني صغيره. هذا دهن جابت لي يوم سالم، قالت تحطينه على جسمك ودينك يصيرون ناعمين ويشد الجسم. بس هذه السالفة؟ إيه؟ علش خاشة عني؟ ترى الموضوع وايد سهل. إيه؟ لأنها سوالف حريم وما بيفتح عيونك على المواضيع. واي وينك يا أبو معاذ؟ تعال شوف أبو معاذ إيش قاعد تسوي لك، تحط دهن وأشياء. بس عيب، إيش ما تستحين؟ واي بنات هالوقت بالزع. Gosh, he got problems. McPherson called there in the building. I heard Norman who had mentioned on a patient. They're looking all over the place for him. They're on their way to the room. Hello. Hello, Eva. Eva, احنا بخير. انت شلونك؟ يبا امي قاعد تحش. Hello. هلا ابو معاذ. شلونك؟ يما عطيني كلمه. شلون المؤتمر؟ صدق؟ ايش تو؟ زين عاد انت كل بين فتره تجي تدق علينا وتطمنا. لا احنا كلنا بخير. سلامة عمرك. الله يحفظك. مع السلامة. واي ايش هالدلع هالحركات يا منزل؟ كان خلتني كلمه شوي. ويه ايش فيك؟ يعني ولهت عليه، حبيت اسمع صوتي. ولهتي عليه؟ الله على الدنيا، أول مرة أسمعك تقولين هالكلمة. أول مرة. يما شو السالفة؟ صاير لك؟ سعيد مش هالحكي، انت صج ما تستحين. واي قعدت لي على الوحدة مناشبتني صج، لي قالوا ان البنية شريكة أمها. ها مسرع ما اتصلت فيها، ايش دعوه؟ مو قادر تصبر؟ ايش فيك نور الله يهداك؟ احنا من وصلنا لفرنسا انا ما اتصلت فيهم، وانا عارف حصه هاتي ما تصبر.
وهم تعودوا علي اتصل فيهم اول ما اوصل. والحين طمنتها؟ شوفت عينك كلهم دقيقتين اللي تكلمتهم. هي خوفي انا اللي ما حصلك الا دقيقتين اذا ردينا الكويت. لا ان شاء الله، ان شاء الله اني بعدل بينكم. انا ريال اخاف الله. زين، متى بتقول لها عن زواجنا؟ ان شاء الله في الوقت المناسب، بس انت اعطيني فرصه، خلينا نوصل الكويت وانا امهد للموضوع. ايه عسى ما تسوي لنا سوالف بس. لا يا نوره، انت ما تعرفين حصه. حصه من اهل الله، انسانه طيبه وقلبها ابيض. لا، وقاعده تمدح فيها قدامي لهالدرجه تحبها؟ ايش فيك ساكت؟ لا ماكو شيء. نوره، اللي بيني وبين حصه عشره عمر، ولازم يكون بيننا محبه. شهد الله انها انسانه مسميه مصليه، وانا عمري ما سمعت منها اي مغثه ولا عمرها زعلتني. ما علي مساعد هين، اذا ما نسيتك حصه ونسيتك حتى اسمها ما اطلع انا نوره. يا رب متى اخلص؟ وش ما لحقي علي عوز؟ ويهي ويهي شابه وما ادري ايش بيطالعي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش حاطه بوجهك يمه؟ والله ما حطيت شيء غير الصابون اللي اعطتني اياه ناصر. اي صابونه هذه؟ تقول عنها الصابونه السحريه يا يمه، تقول هذه تنعم الوي وتشده. ايش دراني؟ اي شد الوي يا يمه، وانت اي شيء تعطيك اياه مناصر تستخدمينه على طول؟ ايش دراني يا يمه؟ تقول لي الصابونه هذه كل اللي استعملوها صغره بعشر سنين. اي واضح يمه، طعي وجهك شلون قب؟ سكتي يا يمه، وجهي شاب علي يحرقني، شاب ضف يعورني. اقول يمه عوش، يعني لو غسلته بماي زمزم ولا حطيت له روب ما يخف؟ اي ماي زمزم واي روب يمه؟ انت يبيلك دكتور؟ والله هذا مو وقت ابوك، باكر راد من الصبر. شفتي شلون يمه؟ علشان مره ثانيه ما تستخدمين اغراض مناصر الدافره. الحين بتروحين معاي توديني الطبيب؟ بروح يمه بروح. يلا يمه عيل بسرعه. ان شاء الله شوي شوي. واي 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 تحرقني. صابونه سحريه وتسكرني عشر سنين، الله يهداك يا يمه. صدقني ما وي للحين يعورني ويحرقني. يما سمعتي الدكتور ايش قال؟ تستخدمين اشياء طبيه مو خرابيط مناصر اللي تلقطهم من الحواي. ما يقول لي يبي له يومين على ما يخف. اي حبيبتي، ويهج يبي له وقت لين يرد نفس قبل. وي اذا رد ابوك شاف وي احمر شو اقول له؟ عادي يما قولي له حبيبي ترى وجهي صار احمر من الحياه. استحي على وجهك يا حجي. ديري بالك يما شوي شوي.